أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من الموقع بوست: الحوثيون يحتفلون بافتتاح المقبرة 18 في محافظة ذمار. من يمن مونيتور: رابطة أهلية باليمن تكشف طرق تعذيب الحوثيين للمختطفين. أحد قادة ميليشيا الحوثي لقناة أمريكية: لدينا آباء يرافقهم أبنائهم الصغار إلى ساحة المعارك. وأخيرا من البي بي سي: المخابرات الإسبانية تتمكن من فك شفرة رسالة عمرها 500 عام. أهلا بكم. منذ اقتحمت ميليشيا الحوثي المدن اليمنية واستولت على مقدرات وموارد البلاد، أصبح للاحتفالات وجه واحد وصلة كبيرة بالموت. ووفقا لموقع البوست: الحوثيون يحتفلون بالمولد النبوي في ذمار ويفتتحون المقبرة 18 لقتلاهم. وقال الموقع إن ميليشيا الحوثي استقبلت ذكراها السنوية كالعادة للاحتفال بالمولد النبوي، وكانت ذمار واحدة من المحافظات التي نالت النصيب الأكبر من هذا الاحتفال، والتي احتفلت بهذه الذكرى على طريقتها الخاصة بعد افتتاح القيادات الحوثية مقبرة خاصة بقتلاهم، والتي تحمل الرقم 18 على مستوى المقابر بالمحافظة. وأضاف الموقع أن جامعة ذمار تحولت إلى معارض صور قتلى الميليشيا، ووسط المدينة انتشرت الكثير من اللوحات الضوئية والإعلانية تحمل صور القتلى. العديد من العناوين وردت في الصفحة الأولى لصحيفة أخبار اليوم، منها: اغتيال ضابط أمن في عدن والجناة مجهولون كالعادة، وعنوان: الجيش والمقاومة الشعبية يستعيدان السيطرة على مواقع استراتيجية بلحج، وعنوان آخر: الرئيس هادي يشيد بانتصارات الجيش الوطني بالساحل الغربي ويؤكد قرب استعادة ميناء الحديدة، وعنوان: التحالف يؤكد استجابة كافة الأطراف لإعادة الاستقرار إلى عدن. الربيع العربي لم ينتهي، رواية تاريخية فرنسية تحت هذا العنوان. كتب المغربي عبد الحميد الجماهيري مقاله المنشور في العربي الجديد مضيفا: اختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دولة تونس مهد الثورة العربية الجديدة ليعلن بصريح العبارة إن الربيع العربي لم ينتهي، كما لو أن العنوان أعد أصلا لرواية تنتظر حلا سحريا لمشاق الحوض الأبيض المتوسط. التخيل هنا لا محل له من التاريخ، هي قراءة فرنسية لمجريات التقلبات الإقليمية من زاوية تبعات تكريس الديمقراطية. الملاحظات التي تسترت عليها قراءة رئيس فرنسا الشاب لا شك أنها نبهت عديدين من متتبعي الوضع السياسي في المغرب إلى ما يقوله عادة من رأوا فيه هبة من العناية التاريخية، الذين كانوا يرددون كلما توترت العلاقة بينهم وبين صناع القرار في المغرب إن الربيع العربي ما زال يتجول. ومن أولى الاستنتاجات أنه يمكن أن يعود أو تقوده نزهته التاريخية إلى الحديقة الخلفية للشارع العربي حيث تنبت الثورات. إيمانويل ماكرون وهو يقدم هذه القراءة ربطها بجدول أعمال الديمقراطية التونسية، ودعا بوضوح إلى ضرورة وواجب إنجاح انتقالها الديمقراطي لكي تبقى مثالا يحتذى. وهو هنا يدعو تونس إلى تدبير الربيع العربي من خلال تدبير نموذجها والحرص على استمرار جدول أعمال النقلة التاريخية بمواصلة الانتقال. يعيد ماكرون ترتيب شبكة القراءة بما يجعل النموذج التونسي قابلا للتصدير من بوابة الربيع العربي، كما أنه يقدم باعتبار بلده مندوبة تاريخيا لتحديد قيم عديدة للحداثة السياسية في المنطقة مربع التحرك لأنظمتها إلى جانب دول أخرى قد تكون لها قراءة مغايرة اليوم، لا سيما واشنطن. لا يمكن أن تغيب عنا مصر ولا سوريا في هذه الخريطة الربيعية، كما أنه توجه يجعل باقي الدول في المغرب الكبير والتي عرفت ربيعها الخاص أدنى من النموذج التونسي.
طرق عديدة تستخدمها ميليشيا الحوثي لتعذيب المعتقلين لديها ممن ألقت القبض عليهم داخل منازلهم أو في الشوارع، وعنون موقع يمن مونيتور. رابطة أهلية باليمن تكشف عن طرق تعذيب الحوثيين للمختطفين بسجونها. قال الموقع إن رابطة أمهات المختطفين في اليمن كشفت عن قيام جماعة الحوثي في صنعاء بنقل عدد من المختطفين لديها إلى زنازين انفرادية للانفراد في تعذيبهم من خلال صب الماء البارد عليهم طوال الليل. ووفقا لبيان الرابطة، حصل يمن مونيتور على نسخة منه، فقد تعرض أقاربهن للتعذيب الشديد داخل سجن احتياطي هبرة بالعاصمة صنعاء خلال الفترة القليلة الماضية، ويتم إجبارهم على الاستماع لخطباء يصفونهم بالتكفيريين والمنافقين والعملاء المرتزقة. ونددت رابطة أمهات المختطفين بسوء المعاملة والتعذيب الممنهج بحق ذويهن المحتجزين في السجون الواقعة تحت سيطرة المتمردين الحوثيين. تمكنت الفرق الهندسية المتخصصة بنزع الألغام والمتفجرات البحرية بالمنطقة العسكرية الخامسة التابعة للجيش الوطني، وبتعاون من الفرق الهندسية لقوات التحالف العربي، من تفجير عدة ألغام بحرية زرعتها ميليشيا الحوثي في المياه الدولية. وأكد مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الخامسة لسبتمبر نت أن الألغام البحرية تم اكتشافها بعد أن جرفتها الأمواج إلى القرب من سواحل ميدي غربي محافظة حجة. واعتبر المصدر أن زراعة الألغام البحرية رسالة تهديد حوثية للمجتمع الدولي والمياه الإقليمية، بهدف الضغط لإيقاف قوات الجيش الوطني والتحالف العربي من استعادة السيطرة على آخر منفذ بحري تسيطر عليه الميليشيا في الحديدة. وكانت قوات التشكيل البحرية التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة أحبطت الأسبوع الماضي عملية زراعة ألغام بحرية من قبل خبراء الألغام التابعين لميليشيا الانقلاب الحوثية. الأطفال الذين تجندهم ميليشيات الحوثي ثم يقعون في الأسر لدى قوات الجيش الوطني يلقون تعاملا خاصا يتناسب مع أعمارهم الصغيرة. أحمد الحرازي كتب عن آخر دفعة من الأطفال المفرج عنهم تحت عنوان يولدون من جديد، والمنشور في موقع سبتمبر نت. قبل أيام وصل 27 طفلا إلى محافظة مأرب لم تتعدى أعمارهم السن القانونية، تم أسرهم بالحدود اليمنية السعودية من قبل أبطال الجيش الوطني. استقبلهم رجال الأمن بكل حفاوة ووفروا لهم كافة الاحتياجات الضرورية. لم ينتهي عامل الخوف من الأطفال الأسرى، فما زالت الأفكار التي رسمت بعقولهم تتحرك بسرعة خاطفة. تترقب أعينهم تحركات الجنود وهم يتعاملون معهم بأخلاق عالية، فلا يوجد أمريكي ولا إسرائيلي، الجميع هنا يمنيون. هكذا تكونت الصورة لدى الأسرى وهم يتفحصون أوجه الجنود بدقة. بدأت تكشف أفكار الميليشيا الحوثية المزيفة التي كانت تروي لهم قصصا لم يروها هنا، بل شاهدوا إخوانهم يتعاملون معهم بكل أخلاق واحترام رغم مشاركتهم في الجبهات مع العدو. تبدد الخوف وشعر الأطفال بالأمان والراحة، فبدأت ابتساماتهم تشرق وقلوبهم تنبض بالسعادة. مر أسبوع كامل والأطفال يتلقون برامج توعوية وثقافية من قبل مختصين، وبعد فترة وجيزة تواصلت المنظمات مع أهاليهم وأطلق القرار الإفراج عنهم. لم يصدق الأطفال بأنهم سيعودون إلى أهاليهم، فالجريمة التي ارتكبوها ليست بسيطة، وتم اعتقالهم من جبهة قتالية. استقبلت الأمهات أطفالهن ودموع الفرح يفيض من أعينهن، وكأن أبنائهن ولدوا من جديد. القوات الحكومية تقتحم مدينة حيص جنوبية الحديدة إثر هجوم ومعارك ضد الحوثيين، هكذا عنون موقع المصدر أونلاين متحدثا عن معارك الساحل الغربي، حيث قال مصدر عسكري: القوات الحكومية سيطرت على الأجزاء الجنوبية والغربية من مدينة حيص مركز المديرية التي تحمل ذات الاسم جنوبية محافظة الحديدة. وذكر في حديث للمصدر أونلاين إن القوات الحكومية اقتحمت المدينة من الغرب والجنوب إثر هجوم مباغت ومواجهات عنيفة ضد مسلحي جماعة الحوثيين في المنطقة. وأضاف: نفذت القوات عملية عسكرية مباغتة وسيطرت على مدينة حيص ومفرق سقم، كما سيطرت على قرى الضاحية والقاهرة والرباط والحجير والجرة والجريب وقرى وادي ضمي جنوب حيص.
قالت مصادر محلية إن ميليشيا الحوثي بصنعاء قامت بتسريح عدد كبير من الوظائف الحكومية خلال الأسبوعين الماضيين، مبينا أنه تمت الإطاحة ب 265 موظفا من وزارة الصحة العامة والإسكان دون أي سبب يذكر. وذكرت المصادر وفقا لموقع اليمن العربي فإن عمليات الفصل التعسفي تمت من وقت مبكر لعدد من الموظفين، غير أن معدلاتها ارتفعت خلال الأسبوعين الأخيرين وباتت أقرب إلى عمليات الفصل الجماعي، مشيرا إلى أن هناك حملة أخرى سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القريبة القادمة تشمل طرد عدد من الموظفين بوزارة الصحة. وأوضح المصدر أنه قابل هذه الخطوة تعيينات جديدة شملت أشخاصا من أقارب القيادات الحوثية، حيث عين عدد من أقارب عبد الملك الحوثي ومحمد علي الحوثي وأبو علي الحاكم وحسن زيد وفارس مناع وضيف الله الشامي. وبعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، فابقوا معنا. لنمعن النظر قليلا لا مستقبل يضيء في أعينهم، فالماضي يحاول صبغ حياتهم بالسواد. أردنا لهم الأمان والدواء والابتسامة، فكان البؤس والخوف والحرمان. انتزعهم الظلم وداهمتهم الحرب وانقطع اللحن. الطفولة في زمن الميليشيا. أهلا بكم من جديد. تعلم الطفل يونس كيفية استخدام السلاح الرشاش. يقول الطفل البالغ من العمر 13 عاما إنه أمر عادي، فنحن من البدو. وقال يونس لشبكة CNN وترجمه الموقع بوست إنه اكتشف الكثير عندما كان جنديا أكثر من مجرد إطلاق النار. فمنذ أكثر من عام يقول أنه أجبر من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية على حمل السلاح والمشاركة في الخطوط الأمامية للحرب في اليمن. يقول: رأيت الناس بجانبي يقتلون بينما يجلس إلى جانب والدته ويحيط به ثمانية من أشقائه. ويروي يونس خبراته المروعة التي شملت إصابة خطيرة في ساقه خلال القصف. يقول إنه كان في الجبهة وكان زملاؤه الجنود الأطفال يبكون، لقد جلست بجانبهم وبكيت أيضا. وقال إنه لم يكن يفكر في أي شيء آخر. وحينما تعلق الأمر بالجنود الأطفال يتحمل الحوثيون معظم اللوم. كان الحوثيون وراء 359 من أصل 517 حالة تم التحقق منها من تجنيد الأطفال في القتال في عام 2016، في حين تم تجنيد 76 طفلا من قبل الجماعات المسلحة الموالية للحكومة. ويريد تقرير CNN تصريح أحد قادة ميليشيا الحوثي الذي فسر تجنيدهم للأطفال بالقول: في بعض الأحيان يرافق أحد الوالدين ابنه الصغير معه إلى ساحة المعركة ونحن نعارض هذا ونجبرهم على العودة إلى ديارهم. لقد أعدنا المئات من هذه الحالات وسنواصل القيام بذلك. صحيفة العرب الجديد تقول إنه لم يعد أمام كثير من الفقراء والنازحين في اليمن سوى انتظار مساهمات مجتمعية أو منظمات دولية أو مبادرة شبابية تساعدهم في توفير بعض احتياجاتهم. تضيف الصحيفة: لا تتوقف المبادرات الشبابية التي يسعى أصحابها إلى مساعدة أفقر فئات المجتمع والمتضررين من الحرب من خلال تنظيم حملات خيرية توفر لهم المساعدات الإنسانية والإيواء.
ففي صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين أطلقت مجموعة من الشباب مؤخرا مبادرة فينا الخير لمساعدة العاملين بالأجر اليومي الذين يقفون في الشوارع الرئيسية كل يوم للحصول على فرصة عمل، لكن تخيب أمالهم عادة في ظل الحرب. وفي عدن نظمت مجموعة من الشباب مبادرة مجتمعية يعود ريعها لصالح دار رعاية المسنين لتوفير الاحتياجات الأساسية لنزلاء الدار ومساعدتهم. وفي تعز ترأس ألفة المقطر مبادرة شبابية سميت للأصدقاء للعطاء، تؤكد للعرب الجديد أن المبادرة تسعى للوصول لمن لا تصلهم المعونات الإنسانية والإيوائية المقدمة من المنظمات، وبدأتها بشراء بطانيات وتوزيعها على عدد من الأسر الفقيرة والنازحين الذين تزداد أعدادهم يوميا بسبب الحرب. تعبر كلمة الهشاشة عن حالة ضعف يمكن أن تنتاب الدول والمجتمعات، كما يمكن استخدامها لوصف النظامين الإقليمي والدولي. هكذا بدأ فيصل عبدون مقاله في الخليج مضيفا: في الدراسات السياسية الحديثة فإن تعبير الهشاشة يؤشر إلى حالة الانكشاف والعجز والقابلية للانكسار، والدولة الهشة هي العاجزة عن أداء وظائفها الحيوية وبسط سلطتها على أراضيها أو تلبية تطلعات رعاياها، والتي لا تملك استراتيجيات للتكيف لمجابهة المخاطر والصدمات على الصعيدين الداخلي والخارجي. ويقدم التاريخ المعاصر لدولتي إثيوبيا والصومال مثالين لسقوط الدولة المركزية بسبب حالة الضعف التي بلغت أقصاها بانهيار الجيش الأثيوبي في مواجهة الحركات الانفصالية المسلحة، والذي قاد بالضرورة إلى سقوط السلطة المركزية. وأدت الحروب الأهلية والخارجية في الصومال أيضا إلى سقوط الحكم المركزي وغياب الدولة في الصومال، لكن الفارق في الحالتين أن النظام الأثيوبي تمكن بسرعة قياسية من تجاوز التأثيرات السلبية وتفادي السقوط في الفوضى، وأعاد بناء هياكل السلطة لتعود الدولة الأثيوبية أكثر قوة وفاعلية في محيطها الإقليمي وخلال فترة قياسية. وفي المقابل فقد سقطت الصومال ضحية للفوضى وغياب الدولة، الأمر الذي حفز التدخل العسكري الخارجي وسيادة حكم الميليشيات والعشائر والعصابات المسلحة، وتمكنت بعد سنوات طويلة من استعادة مظاهر الدولة، وما زالت تتعافى وتحاول استعادة أدوارها الإقليمية في مواجهة تحديات كبيرة داخلية وإقليمية ودولية. وربما يعود السبب وراء الحالة الأثيوبية إلى التاريخ الإمبراطوري طويل الأمد للدولة الأثيوبية في استجابتها السريعة وقدرتها على التماسك وامتصاص الصدمة واستحضار مسارها الدفاعي، على عكس الصومال التي كانت استجابتها بطيئة وباهظة التكاليف. رجل أعمال فرنسي من أصل جزائري يدعى رشيد نكاز، وكما أوردت صحيفة القدس العربي، دفع 10 غرامات واجبة على سيدات مسلمات لارتدائهن النقاب في النمسا، إضافة إلى غرامة فرضت عليه في وقت سابق. وخلال مؤتمر صحفي عقده نكاز أمام مقر رئاسة الوزراء النمساوية في العاصمة فيينا، عرض على الصحفيين إيصالات الغرامات التي دفعها عن نفسه وعن النساء اللاتي فرضت عليهن غرامات لارتدائهن النقاب ولم يذكر قيمتها. وأضاف نكاز الذي وصل إلى فيينا قادما من فرنسا أنه سيدفع جميع الغرامات التي يتم فرضها على النساء لارتدائهن النقاب، وأعرب عن رغبته بلقاء رئيس الوزراء النمساوي سبستيان كورتس لتبادل وجهات النظر حول قرار حظر ارتداء النقاب في النمسا الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من أكتوبر الماضي. وأشار نكاز إلى أنه لم يسمح له بلقاء كورتس قائلا: سأكتب رسالة إلى رئيس الوزراء وأطلب منه لقاء لمناقشة أوضاع المسلمين الذين يعيشون في البلاد، سأرسل له رسالة بهذا الخصوص كل شهر مرة وبانتظام. أسبانيا تفك الشفرة السرية لرسائل عمرها 500 عام، عنوان اختاره موقع شبكة البي بي سي، حيث تمكنت المخابرات الإسبانية من فك شفرة تعود إلى 500 عام استخدمت في الرسائل بين واحد من أشهر ملوك إسبانيا وأحد قادته العسكريين، الملك فردناند ملك أرجوان، الذي حيرت رسائله المؤرخين على مدى قرون كان وراء تمكن الأسبان من فرض سيطرتهم على إسبانيا
عام 1492 بعد حروب مع العرب، وكان أيضا وراء رحلة كولومبوس إلى أمريكا. وتحتوي الرسائل بين فيرديناند والقائد العسكري غونزالو من قرطبة على تعليمات عن الاستراتيجية المستخدمة في حملة عسكرية في إيطاليا في بداية القرن السادس عشر، وكتبت الرسائل بالشفرة خشية سقوطها في يد الأعداء. الرسائل تعرض في متحف الجيش الإسباني في طليطلة، واستغرق الأمر من المخابرات الإسبانية نحو نصف عام لفك شفرة أربع رسائل منها، حيث يصل عدد صفحات بعض هذه الرسائل إلى 20 صفحة تقريباً. هل ترامب مستعد لخوض حرب بالوكالة ضد إيران في سوريا؟ يتساءل فيصل عيتاني في مقال أعاد الغد نشره وقال في جزء منه: لا يمكن إضعاف إيران أو إزاحة الأسد عن السلطة في سوريا بنشر 2000 جندي أمريكي على هوامشها أو المراهنة على قوة محلية لا تتشارك في المصالح أو الأولويات الأمريكية في سوريا. والانتخابات في السياق السوري ستكون بلا معنى بغض النظر عن نتيجتها، كما أن خنق نصف سوريا اقتصاديا بالتدريج لتجنب مواجهة خصم أضعف بما لا يقاس ليس سياسة قابلة للدفاع عنها. من المشجع أن صانعي السياسة الأمريكيين يفكرون جديا في مسألة إضعاف إيران في سوريا وتغيير سلوك النظام السوري، ومع ذلك فإن الفجوة الواضحة بين الوسائل والغايات تجعل من الصعب المصادقة على هذه السياسة الجديدة، على الأقل استنادا إلى المعلومات المتوفرة. الحقيقة القاسية هي أن هذه الأهداف يمكن أن تتحقق فقط عبر أخذ القتال إلى العدو وفق الشروط الأمريكية وإيجاد وبناء شركاء يتقاسمون المصالح الأمريكية، والقبول بحقيقة أن القتال سوف يكون طويلا وحاسما ومكلفا في الموارد وربما في الأرواح. ربما يشكل قتال داعش سببا كافيا لتأسيس محمية في سوريا تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، وقد يؤيد آخرون البقاء لمكافأة المجموعة على مساعدتها ضد داعش، لكن إنهاء الحرب السورية وإضعاف إمبراطورية إقليمية صاعدة وقوية سوف يتطلب قدرا أكبر بكثير من الطموح والموارد، كما أنه سيتطلب أيضا اقتناعا أصيلا من رئيس يبدو أن غرائزه تجري في عكس اتجاه هذا النوع من الالتزام بالتحديد. جولتنا المصورة لهذا اليوم من صحيفة الغارديان البريطانية، والتي نشرت مجموعة من صور التقطها مصوروها من جميع أنحاء العالم لأماكن وطقوس مختلفة ومناخات متعددة. أيضا نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير. في أمان الله.